هذه هي الحمرة بعد نصف ساعة من مقدمة الاتفاق الذي جاءت به اللجنة العربية لرئاسة قطر الممانعة. السيارات تسير كما العادة وكأنها تحاول تجاوز الأزمة الدامية. اللبنانيون على مقاهي الشارع في الحمرة وفي المطاعم يتمتعون بالطعام اللبناني بعد أن تذوقوا لأيام مرار إرهاب ميليشيا حزب الله وتوابعه. هذا الشارع الذي كان مسرحا لغزوة بيروت الدامية، ثمة أمر غريب يحصل في الشارع، في شارع الحمرة. ثلة من الشباب الشيوعي يضيئون الشموع في ذكرى 60 للنكبة، نكبة فلسطين. هل يهربون إلى الأمام أم إلى الخلف؟ لا أحد يدري. شباب وفتيات في عمر الورد، كم هي سريالية النكبات العرب. هذه اللوحة الإنسانية الحية شوهها علماني للقوم السوري، تبرز منهما الزوبعة النازية عنوانا لحريق مبنى تلفزيون المستقبل، حيث زرعوا الرايات رايات نصرهم بكل فخر على حرائق بيروت.